أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. وفي رواية عند البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعند مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فدل هذا على أن المساكين وأصحابها لا تكون لهم حياة إلا بذكر الله عز وجل.